اليوم ليها كان النهارده البطوله من يوم 13 ابريل لحد يوم 28 ابريل. البطوله طبعا يعني النهارده الظهريه تم افتتاح البطوله، استاذ طارق انديل والمهندس محمد سراج كانوا متواجدين بالنيابه طبعا عن مجلس الاداره. كان طبعا الاستاذ والمهندس محمد سراج كان قال كلمه الافتتاح، واكيد طبعا هو معانا دلوقتي على التليفون علشان نتكلم معاه باستفاضه عن البطوله المقامه حاليا في اهلي الشيخ زايد. استاذ محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمر، ربنا يخليك ومتشكر ليك جدا وجميع الساده المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. يعني النهارده اكيد كان افتتاح مهم جدا لبطوله مهمه. عايز اعرف من حضرتك دور النادي الاهلي الاجتماعي في تنظيم بطوله مهمه بتقرب طبعا شعوب وبتقرب يعني جنسيات مختلفه من بعض. والله طبعا عمر زي ما انت قلت يعني هي نقطه مهمه جدا، ويمكن ده كان وفق برنامج عائله الاهلي من اول يوم حاطين في الخطه بتاعتنا ان احنا دورنا ما يبقاش مقتصر بس على الاحداث الرياضيه فقط او على دور النادي الاهلي رياضيا فقط، لا، احنا النادي الاهلي طبعا دوره اكبر من كده بكتير، فلازم يكون في جزء خاص بدور وطني وجزء برضه خاص بدور مجتمعي. فانا شايف ان البطوله مهمه جدا وليها دور ابعد من كونه رياضي زي ما انت قلت في شكل روابط ما بين الدول المختلفه اللي موجوده معانا 24 سفاره، وفي نفس الوقت برضه يبقى دور يعكس الدور الريادي والمسؤوليه المجتمعيه للنادي الاهلي تجاه ابنائه وتجاه شبابه. فشايف ان هي بطوله اهدافها مهمه جدا ابعد من كونها اهداف رياضيه. طبعا محمد يعني دي السنه الثانيه النادي الاهلي بينظم فيها البطوله، هل شايف ان تنظيم النادي الاهلي لبطوله مهمه زي دي حاجه مهمه وطبعا بتنعكس على النادي الاهلي خارج مصر؟ طبعا اكيد، يعني احنا النادي الاهلي الحمد لله يعني اسمه زي ما احنا بنقول هو الحمد لله اكبر نادي في مصر وفي افريقيا وعلى المستوى العربي، هو اسمه عالميا كبير جدا، وده احنا بنشوفه دايما لما بنطلع الحمد لله في اي محافل دوليه. النادي الاهلي معروف بره بجماهيريته وبطولاته وبتاريخه الكبير، وانا شايف ان حاجه زي كده عمر مش بس ان هي بتضيف للنادي الاهلي، لا انت كمان بتضيف للبلد، لان انت السفارات دي كلها لما بتيجي عندك بممثلينهم بكل الناس اللي تبع السفارات الصوره بتتنقل بره بشكل قوي. النهارده كان في مثلا مواقع المانيه ضغطت الخبر وبتسجل معانا ومع السفير الالماني طبعا اللي حضر الافتتاح. طبعا فحاجه زي كده طبعا انا شايف ان هي ومن على ارض مصر داخل النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد حاجه مهمه جدا، وحاجه من خلال الرياضه بنوصل رسائل مهمه جدا لكل الناس. طيب يعني عايز اعرف اشمعنى اهلي الشيخ زايد؟ هل انتوا شايفين ان اهلي الشيخ زايد هو موقع استراتيجي وفرع استراتيجي يقدر يستضيف بطوله مهمه زي كده، ولا كان ليكم رؤيه كمجلس اداره رؤيه معينه؟ لا والله هو فرع الشيخ زايد طبعا عندنا اهتمام كامل بكل الفروع ومقرات النادي الاهلي، يعني سواء في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، لكن طبعا هو الشيخ زايد يمكن الفتره اللي جايه احنا مقبلين اكيد على انشاءات هناك بشكل كبير، وعايزين برضو ان احنا يبقى فيه دعايه قويه لفرع الشيخ زايد الفتره القادمه، ونبدا نستقطب فيه برضو اعداد اكبر. هو يستحق، ده مكان كويس جدا مميز ومعمول بشكل كويس قوي، وان شاء الله يبقى فيه اضافات كمان في الفتره اللي جايه فيه. واحنا بنحاول طبعا على قدر المستطاع ان احنا الانشطه المختلفه تتوزع على جميع الفروع، يعني يبقى كله فروع وكل اعضاء النادي الاهلي في مختلف الفروع واخدين حقهم طبعا علينا، فيمكن ده اللي كان السبب يعني. والحمد لله النهارده كان في اشاده الحمد لله واسعه بتنظيم البطوله، الناس كلها كانت مبسوطه، كان في اسر كثيره جدا جايه من مختلف السفارات، يعني كان في شرائح من الاطفال والعائلات مش بس ناس كبار، يعني كان في مختلف الاعمار. فانا شايف ان دي حاجه برضو كويسه جدا، والتنظيم كان راقي، ويمكن برضو كان المهندس خالد مرتجي هو اللي ماسك التنظيم البطوله وهو رئيس اللجنه في البطوله، بس هو يمكن ظروف سفره مظبوط هو مش موجود حاليا، فيمكن عشان كده بس ما كانش موجود النهارده، لكن الحمد لله كله كان بيشيد بالبطوله بشكل كبير يعني. طمنا على فرقه مصر، يعني النهارده انت كنت موجود، فريق مصر اخباره هل هو قادر على الفوز بالبطوله ولا في فرق تانية اقوى مننا في البطوله؟ احنا في مختلف فرق، يعني في فرق يمكن بتمثل الجامعه الدول العربيه طبعا وفي فرق الامم المتحده وفي
يعني طبعا من فرنسا واسبانيا وفيتنام وارجنتين، ويعني عارف مختلف القارات، يعني انا قدامي فرق كتير جدا زي كازاخستان، يعني وكازاخستان الهند، كمان. فيتنام زي ما انت قلت طبعا، وجامعة الدول العربية، ففي كذا، يعني فعلا هو دور اجتماعي مهم جدا، وفي ملتقى ما بين الشعوب والجنسيات، وده يمكن زي ما انت قلت ده كان هدف طبعا كبير جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي. يعني باشمهندس محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا طبعا، ووضحت بعض النقاط الخاصة ببطولة الأهلي.